مين اللي اتظلم اكتر في مصر، الراب ولا المهرجانات؟ المهرجانات طبعا، احنا خدنا حقنا وطلعنا في اعلانات وفاهمه قصدي، اتشافنا، اتعمل لنا احترام، فاهمه قصدي اكبر. للاسف انا مش دي حاجه ما تبسنيش لان انا عاشق المهرجان. فلا المهرجانات طبعا اتظلمت، ده اكتر من اتظلمت، الناس دي عملت حاجه من ولا حاجه. انا كمستمع ما اقدرش اعمل اي حاجه غير ان انا ابص المهرجان وابقى استعجب، انتوا ازاي ناس باقل امكانيات بكمبيوتر قديم وبسماعه عامله كده خليت اغنيتك في مصر كلها تتسمع؟ ده انجاز بالنسبه لي. فدول اتظلموا اكتر مننا بكتير لان ما بيتقدروش فنيا. لازم ابدا اغير نظرتي بقى للناس دي، وانه مش عارف ايه، لا فن جدا وفن بامكانيات قليله جدا، فلازم يتحسب له نقط دبل. ان انت واحد عملتها بزيرو امكانيات لازم تتحسب له. في مصر بنخلط الطبقيه بالفن طبعا، ما هي ده سبب ان المهرجانات مش واخده حقها او ما خدتش حقها في الزمن اللي هي كانت فعلا. كل واحد في مصر بيسمع مهرجانات في زمن معين وكانت مؤثره على الحاله العامه حقيقي، فاهمه قصدي، اتهاجمت بس وقتها. محدش قال ايه ده، دي بذره حاجه رهيبه، دي حاجه بجد كبيره، طب ما تيجوا. عارفه لو كان المهرجان اتشجع كان على ما وصلنا 2019 و20 كان المهرجان ده اتطور. صحيح. وبقى الحاجات اللي الناس ممكن مش قبلها زمان تطورت من نفسها. صحيح. بس احنا لا، احنا هاجمناها، ده غلط، ده مش عارف ايه وازاي والذوق العام. فازاي هتبقى انت فان راب في مصر؟ يعني انت لو فان بوب مثلا عادي ما تحبش المهرجانات، من حقك عادي، مش هقول لك حاجه. انما انت لو فان راب، ايه عذرك انك بتحب الراب؟ يعني انت بتحب 50 سنت وترافيس سكوت بس انت مش راضي تحب المهرجانات اللي في مصر. عايز اقول لك على فكره، مغني المهرجانات اللي انت باصص له كده ده هو بالظبط ترافيس سكوت و50 سنت، هو بالظبط نفس الشخص، بس عشان انت الشخص ده بره وبتاع فانت شايفه ان هو واو امريكاني وايه ده غربي وجامد وبتاع، فاهم؟ فده عدم وعي كده معين، فاهم قصدي؟ اللي هو لا، انت انت كفان راب ممنوع انك تضطهد المهرجانات، نقطه، ممنوع، ما ينفعش، فاهم قصدي؟ مش منطقيه والله. ايه اللي عديت بيه في مشوارك ندمت عليه؟ عندي تفاصيل صغيره اللي هو يعني مروان، انت عملت البوم فلوريدا مثلا، قررت وقتها انك تعمل 13 اغنيه بشخصيه واحده وبصوت واحد. ندمان بشكل بسيط دلوقتي لو عايز اقول له لا لا مروان نوع جوه الالبوم ده، انت مش لازم تعمل كله شخصيه واحده. بس بعدين ممكن صوت تاني يجي يقول لي طب مروان انت فكره انك كنت شخصيه واحده وقتها ثبتتك قوي مع الناس في الزمن ده. فبقول تمام. عندي فيديو كليب مثلا بتاع اغنيه اتاخرت عليها 8 شهور وبعدين يعني الاغنيه نزلت، قعدت 8 شهور اغنيه نهايه العالم، وبعدين كنت منزل لها كليب. الكليب ده المخرج قال لي ما تغنيش، اطلع مثل، يعني بمثل ان انا داخل بيت ومعايا سلاح وبتاع. لا ندمان، كنت تغني، الناس عايزه تشوفك بتغني، الناس مش عايزه تشوفك في مشهد تمثيل، الناس عايزه تشوفك قصدت الكلام ازاي وانت بتقول. فحاجات كده بسيطه، بس ما عنديش حاجه كبيره اقدر اقول لك لا، فاهمه، انا ندمان قوي عليها. ايه الحاجه التراجيدي اللي في حياتك اللي تخطيها صعب ما بتنساهاش؟ عندك حاجه عامله كده؟ يعني اعتقد موضوع والدتي بقى كان حاجة مدتها طويلة، فهي مش تراجيدي، فاهمة قصدي؟ بس زي أي حد مثلا شاف والده أو والدته في حالة كده اللي هو في مرض مثلا وبتاع واضطر إن هو يكون الشخص اللي معاه، بتفضل دايما عايشة معاك الذكريات كده، لأن أنت ما تستحملش إن حد أنت بتحبه تشوفه متألم. إيه الأمنية اللي حاططها قدامك ومصر إنك هتحققها؟ يعني هتحققها، مش هتتنازل عنها أبدا. هتحققها؟ بص انا ما عنديش زي امنيه واضحه كده اللي هو الشيء ده، بس انا عايز ابقى يعني عايز بس في يوم من الايام في حياتي كده اقول قصاد نفسي اللي هو مروان انت عملت في المده اللي انت كنت شغال فيها، في السنين اللي انا دلوقتي اكتف فيها، انت عملت اللي يخليك
زي ما انا يعني انا في طفولتي متاثر بناس معينه، اللي هو فلان ده اثر عليا قوي، اثر على شخصيتي، افلامه، افلام فلان او مزيكه فلان او حاجات فن يعني. فانا بس عايز اوصل كده في وقت في حياتي، ممكن ده يبقى كمان 20 ان انت تبقى فلان ده بالنسبه لحد قصاد نفسي، ان انا عارف ان انا عملت ده، ان انا عملت اللي انا اكتر حاجه قادر عليها. ممكن ابقى انا ساعتها عندي مثلا يعني ممكن كمان 20 سنه ابص كده على اللي انا عملته واقول مروان لا انت عملت كل اللي انت تقدر عليه، انك فعلا عملت تاثير وعملت شغل انت راضي بيه، سواء بقى حتى يعني مش لازم بس مزيكا. لو انا كمان 20 سنه دي هبص على حياتي واقول اوف انا اخرجت فيلمين مثلا هبقى مبسوط اكتر، لو مثلت في كام حاجه فعملت يعني حاله للناس. زي يعني دي حاجه ليها علاقه بمصر شويه، لان احنا برضو بلد الفن والمزيكا والسينما وبتاع. فانك تتحط كده في حته العمالقه، زي احنا دلوقتي في مسرح نجيب الريحاني مثلا، فانت حاسس لو اوف ده حد ادى كتير فبيدي، فال يعني الشغل اللي هو عمله خلاه اتبنى عليه شغل من جيل بعده ومن جيل بعده. فانت بس بتقدر تبقى جزء من القصه. ده اللي انا يعني نفسي. عايز تبقى جزء اصيل من قصه فنيه كبيره. بالظبط، مش عايز ابقى جزء غربي منها، مش عايز ابقى تفريعه غريبه حصلت واحد، لا انا عايز ابقى فعلا جوه القصه المصريه دي في الفن يعني. فاهم قصدي؟